اليوم واقفين وقفة كرامة دفاعا عن الدفاع عن مهنة الدفاع ودفاعا عن المغاربة على المواطنات والمواطنين، دفاعا عن حقهم في التقاضي، دفاعا عن حقهم في الولوج المستنير والمتبصر للمحاكم للعدالة للتقاضي يوصلوا لحقهم ويمارسوه، دفاعا عن المساواة ديالهم أمام القضاء، ودفاعا عن الحق القانوني المسطري الشرعي الإلهي اللي سميته أنه الله سبحانه وتعالى كيطلع على السرائر، أما اللي كيحكم ما عنده إلا الظاهر. اليوم الحكومة جايبة لنا قانون يعاقب على النية، أنا كنعرف سيدي ربي كيرزق على النية، كنعرف سيدي ربي هو اللي كيعرف شنو في القلب، وهذاك حسابه حتى الآخرة، وذلك الحساب اليسير. أما هذه الحكومة هذه حسابها عسير بحسب هذا الشيء اللي جابت، لا دستوري غير منطقي، والجودة ديالو التشريعية واضحة، واحد يعني حتى الجودة النص ما كايناش، التسرع علاش؟ شكون كيضغط على هذه الحكومة؟ كاع هاد الشركات ولات قوية باش نصوتوا في المغاربة ونديروا الخواطر ليها. الحكومة راه خصها تكون حكومة المغاربة كاملين، ماشي حكومة ديال بعض الشركات، بعض الأطراف اللي عندها مصالح. لا كنفهموا الإكراهات ديال التشريع، ولكن الحكومة خصها تفهم الإكراهات ديال البلاد، وتمشي وفق التوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، وتسمع مزيان السياسة العامة اللي كيوجه بها جلالة الملك، الله ينصره، لأنه واعي بضرورة المغاربة، الحكومة مازال تالفة. كونه يحرم المغربيات والمغاربة من حق دستوري ألا وهو حق التقاضي، ويضرب كل مكامن الضمانة العدلية وأسس العدالة في هذا البلد في مقتل. لذلك نطالب بسحب هذا القانون لأنه لا يستجيب لأدنى مطالب المحامية والمحامين. وعلى فكرة مطالب محامية والمحامين ليست بمطالب نقابية، هي مطالب تصب في مصلحة المواطنين المغاربة في حقهم الدستوري في التقاضي. لذلك هذه الحكومة المتاجرة بقضايا البلاد التي تعتبر المغرب مقاولة هي حكومة تضرب المنطق الدستوري ومنطق حقوق الإنسان والخلفية الحقوقية والتراكم النضالي الحقوقي في هذا البلد في مقتل، ولعل خير دليل هو مشروع المسطرة المدنية الذي يعتبر أساس العدالة في هذه البلد. ولكن احنا اليوم تدعو على المسطرة المدنية اللي هي قانون يهم الجميع، يهم المواطن، يهم القضاء، يهم كل المتدخلين في قطاع العدالة، وبالتالي الصرخة اليوم ديال المحامين وهذه الوقفة بكل رمزية ديالها بالبدلة بالقدسية ديالها هي للتعبير على أنه هذا قانون فيه العديد من يعني الأمور اللي تخالف مبادئ دستورية، تخالف يعني أمور اللي تعارف عليها يعني أسرة العدالة، واللي غتأدي إلى نتائج جيدة. الحال أنه أمامنا نص قانوني فيه كثير من الثغرات، فيه كثير من العيوب، فيه ضرب صارخ لقواعد العدالة المحكمة العادلة، ضرب صارخ للأمن القضائي، وبالتالي اليوم المحامين بالصرخة ديالهم بالصوت ديالهم بالوقفة ديالهم ما جاوش يعبروا على مطالب مهنية، جاوا يعبروا على مطالب المواطنين في محاكمة عادلة وفي تحقيق الأمن القضائي. لذلك اليوم هو لقاء برمزية كبيرة، تتمنوا أن المؤسسة التشريعية تستجب للمطالب هيئة الدفاع.